السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا النهاردة، بالنسبة للناس اللي قبلت في الدفعة 162. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. خلي بالك إن شاء الله أنت جاي داخل على مرحلة مهمة جدا في حياتك، وإن شاء الله ربنا يعديها لك على خير. طبعا بالنسبة للناس، في كشف في معهد ضباط صف وأنت رايح، في مناظرة طبية هناك، بس دي ما تخافش منها خالص، الكل بيعدي منها. هي طبعا المناظرة الطبية دي مهمة جدا بالنسبة للناس اللي بعد ما دخلت عملت حادثة لا قدر الله، او اتصابت، او ايدها اتكسرت، او اي مشاكل حصلت لها في الفترة اللي بعد ما عمل فيها الكارنيه على طول. طبعا بعد ما بيطلع لك الكارنيه على طول، انت بقيت خلاص طالب على قوة مع ضباط صف، فلازم تخلي بالك. فطبعا لا قدر الله اي حد بيبقى عنده موقف طبي او اي حاجة، فبيروح المعهد على طول، بيتوجه للمعهد بيبلغ بيه، اللي هو مثلا دراعه اتكسر لا قدر الله، عمل حادثة، ركب شرايح ومسامير، الحاجات دي. لكن الكشف ده عبارة عن كشف عادي جدا، اول ما تروح في حد يا شباب، حد حصل له حادثة، حد حصل له مشاكل. فطبعا ان شاء الله يا رب يبعد عن كل الناس الحوادث والمشاكل والحاجات دي. فطبعا لو في حد اتكسر او دراعه مكسور او اي حاجه، فبيرفع ايده، تمام يا فندم، والله انا دراعي مكسور كذا 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 بسبب كذا. بالنسبه لو في اي حد ما عندوش اي مشاكل، خلاص ما ترفعش ايديك وخلاص بقى، والموضوع هيعدي على طول. هو الكشف كله مش هيكمل معاك 5 دقايق، كشف ظاهري، تمام، مش بتخلع الهدوم ولا بيكشف عليك كشف زي الكشوفات اللي فاتت ولا زي المناظرات اللي فاتت، لا، ده كشف كده في حد حضرات عنده اي مشكلة، في حد اتصاب، حد اتعور، حد كده، هي الكشف ديت، هي دي المناظرة الطبية مع ضباط صف. غير كده مفيش اي كشوفات او اي حاجة يا شباب. حاولت على قد ما تقدر تروح بدري، تمام، يعني زي ما المندوب هيقولك، انت اول يوم هتروح المعهد هتستلم فيه الكارنيه هناك ان شاء الله، المندوب بتاع كل تجنيد هينادم على الطلبة، بعد كده يوزعوا الكتائب وتخش المعهد على طول. بعد ما بتخلص تخش المعهد، هتروح على الكتيبة بتاعتك تستلم المهمات من هناك، او من فرع هناك، فرع المهمات، هتستلم وتروح على الكتيبة بتاعتك. فما تقلقش من اي حاجة، وان شاء الله هتبقى ال3 شهور ديت او ال45 يوم الاولانيه ديت هتبقى كويسه جدا، وان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله يا حضرات. ولو في اي حد عنده اي استفسار يكتب لي في التعليق وهرد عليه. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني، ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، واحلى لايك عليكم.